اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قطار مصر. قطار مصر هيقف في المحطه اللي تناسبك، والنهارده محطاتنا كتير جدا ومحطات مهمه لكل اهل مصر ولكل الوطن العربي. هنبدا النهارده محطتنا ببعض الاخبار المهمه لكل الشعب المصري والمهمه. نظرا للفكر المسيطر على مصر والوطن العربي في الوقت الحالي، مشكلة الكورونا. طبعا أنا حابب أن أنا أحيي وزارة الصحة على المجهود الكبير جدا جدا جدا، وأحيي الأستاذة الدكتورة هالة زايد على هذا العمل العملاق في التصدي لفيروس كورونا. كان في بيان من وزارة الصحة أنها أعلنت عن تسعيرة جبرية للخدمات التي تقدم في المستشفيات الخاصة. البيان ده كان نزل نتيجة أن بعض المستشفيات غالت في الأسعار وغالت في تكلفة حجز المرضى وكذلك التعامل أثناء فيروس الكورونا. فطبعا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسعيرة علاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة بعد تلقي العديد من الشكاوي في تسعيرة العلاج، وأنها لا تتناسب مع تكلفة الخدمة. طيب الأسعار هتتراوح بالقسم الداخلي من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه، بتهيألي مش أسعار مغالة فيها ويقدر أي حد إن هو يدفعها وكده. تكلفة العزل بالرعاية المركزة
شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح ما بين 7500 جنيه وحتى 10000 جنيه، حتى أن تكلفة اليوم الواحد في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه. يعني الأسعار واضحة ومعروفة ومعروفة للجميع، لكن بعض المستشفيات، ودي مشكلة كبيرة، إن هي ما التزمتش بهذا القرار. ما ينفعش يا جماعة إن احنا في الأزمات نستغل بعض. إزاي الكلام ده؟ أنا عندي دلوقتي مشكلة كبيرة، وعندي دلوقتي استغاثة وشكوى من أحد المواطنين، من أحد المواطنين بيتكلم عن وجوده داخل أحد المستشفيات والمشكلة اللي هو قابلها، وهو والده بيعاني من مرض الكورونا أو فيروس الكورونا المميت. عايزين نعرف إيه اللي تم معاه، لو الشباب مجهزين المداخلة. باختصار، ان احنا في الازمات لابد ان احنا نكون على قلب رجل واحد. في الازمات لابد ان احنا اللي يقدر يقدم خير او اللي يقدر يقدم خدمة معينة، كان صيدلي كان طبيب كان راجل بسيط في الشارع، يقدم الخدمة دي، لان احنا ما نعرفش الدور على مين، ما نعرفش مين اللي عليه الدور. يعني لا هي بالعلم ولا هي بالثقافة ولا هي، والدليل ان شخصيات كتير واطباء كتير، ويعني نسأل الله ان هم يكونوا من شهداء الوطن اللي ضحوا بكل عزيز وغالي فداء هذا الوطن، وعشان يكونوا بيقدموا الخدمة الطبية المتميزة على اكمل وجه. طيب ليه بنشوف حالات من الاستغلال؟ يعني لا يستغل في الازمات الا كل، يعني أنا مش عارف ألاقي تعبير أقول إيه على اللي بيستغل المواطنين أو بيستغل الشعب المصري أثناء الأزمات. ما تعودناش من المصريين على كده يا جماعة، على فكرة ما تعودناش أبدا من المصريين على كده. معايا دلوقتي الأستاذ أشرف، أحد الحالات المتعرضة لهذا الاستغلال. أستاذ أشرف، أيوة بي معاك. عرفني بنفسك كده واحكي لي قصتك. انا حضرتك اسمي اشرف عبد المنعم علي، واخد بال حضرتك، جايب حمايه هنا، راجل مسن عنده 72 سنه، واخد بال حضرتك. رحت مستشفى عندنا اسمها دار اليوسف، عملت اشعه مقطعيه على الرئه، قال لي ده عنده كورونا، روح مستشفى البكري. رحت مستشفى البكري، لقيت ام لا اله الا الله، مش لاقي لهم، ناس مرميه على الارض وبتاع، مش لاقي لهم اي حاجه. ممكن المستشفى عليها ضغط يا استاذ اشرف، ولا حضرتك شايف، يعني هل المستشفى كان عليها ضغط فعلا، ولا حضرتك شايف ان في تقصير معين؟ يا فندم مفيش امكانيات ومفيش حاجات، واخد بال حضرتك، الناس مش لاقيه، الناس مرميه في الارض عشان تلاقي سرير فاضي يتحط على التنفس، مفيش. فحضرتك جينا قلنا نبيع اللي ورانا واللي قدامنا، جينا مستشفى استثماري هنا حضرتك. حضرتك يعني انا لسه قايل الاسعار، واكيد حضرتك عارف الكلام ده وعارف بيان وزاره الصحه. انا بقول لحضرتك انا جيت هنا اتوهمت، واخد بال حضرتك، بيقول لي الليله تتكلف حوالي 25000 جنيه. ازاي الكلام ده؟ قلنا نبيع اللي ورانا واللي قدامنا، ماشي يا فندم، واخد بالك، بس يقول لي عشان اطلعها على السرير فوق لازم تدفع لي 200000 جنيه، انا اجيب له 200000 جنيه منين دلوقتي؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا اجيب 200000 جنيه منين دلوقتي؟ يا 200000 جنيه احطهم عشان المريض يخش ويكمل التنفس بتاعه ويقعد، يا اما تاخده ويموت منك في الشارع بره. وده حضرتك اتاكدت ان هو مريض كورونا؟ ايوه يا فندم، الاشاعه المقطعيه بتقول كده. الاشاعه المقطعيه ده يعني اسوأ حالات الاستغلال. طيب أيوة يعني حضرتك ما تفوتش معاهم، طب نعالج المريض وبعدين نشوف الماديات. ما فيش يا فندم، الموظف بيقول لي دي تعليمات عندي، ما انا ما في، مش في ايدي اي حاجه. والانسانيه فين يا استاذ اشرف؟ لا الانسانيه ماتت يا فندم، الانسانيه ماتت. الدكتور بيقول لك خلاص كده ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي انا كدكتور ما ده لازم يقعد على التنفس، ما بتاخده من التنفس، واخد بال حضرتك، لو هو اتشال من على انبوبه الاكسجين، واخد بالك، نفسه بينزل على انبوبه الاكسجين، نفسه بيطلع ل 99 بيرتاح، واخد بالك، لو اتشال من على انبوبه الاكسجين يحصل له بقى المضاعفات وخلاص. طب حاله 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 حماك ايه حضرتك؟ ما خدش اي علاج؟ ما فيش علاج حضرتك، هو دلوقتي على الاكسجين، الاكسجين ريحه. لا حضرتك، ما الكورونا ده مش اكسجين بس، ده هو المفروض يخضع لبروتوكول علاج معروف عالميا، مش الموضوع مش اكسجين فقط لا غير. دلوقتي هو دخل فين، في
في اللي هو الطوارئ الاول بيتحط على اكسجين، عشان هو اساسا ده دلوقتي هي الحاله اللي عنده اللي هو ايه، ضيق في التنفس، واخد بال حضرتك، مش قادر يتنفس، فحط على الاكسجين. قال لك بقى كده احنا هندخله ايه، خلاص كده عرفنا ان ده كورونا، هنطلعه طيب ايه هستأذن حضرتك، كده. هستأذن حضرتك تسيب رقم حضرتك في الكنترول، على اساس احنا دلوقتي هنشوف. يا شباب شوفوا لي حد من وزارة الصحة يرد على الشكوى دي. شكرا يا استاذ اشرف. يعني الراجل بيتكلم ومخنوق يا جماعه من ان هو شايف الراجل بيموت منه، يقولوا له يا يطلع فوق يا يدفع 200,000 جنيه. طب يعني الراجل يجيب، قال لك بعت اللي وراه واللي قدامه. طيب يعني انتوا مش عارفين توصلوا لحد في وزارة الصحة؟ يعني انا بتهيالي ان المفروض المسؤولين في وزارة الصحة وتحديدا المتحدث الرسمي يرد على التليفونات، ولا طيب حاولوا يا شباب مع حد تاني بعد اذنكم. طيب هنكمل اخبارنا ونتكلم بقى على الاخبار الكويسة، ان احنا ابتدى ان احنا في مقترح لعودة فتح المساجد، بس احنا عايزين يا جماعة نتكلم على نقطة مهمة الى الان لسه ما شفتهاش، الوعي والكمامة قبل الندامة، الكمامة والتباعد الجسدي قبل الندامة. كان في حديث ليا مع احد الزملاء رئيس قسم مكافحة العدوى في احد المستشفيات، فبيقول لي انا لما خرجت من مستشفى العزل حسيت ان الناس مش هنا خالص، احنا بنموت نفسنا واحنا تعبين نفسنا واحنا سايبين اهالينا وقاعدين عشان الناس يبقى ده وعيها. فين التباعد الجسدي؟ فين الكمامة؟ فين المعقمات؟ فين المطهرات؟ طيب احنا دلوقتي المقترح اللي بيدعو لعودة فتح المساجد، لابد ان احنا ناخد احتياطاتنا بالنسبة لارتداء المصلين الكمامة. احنا يعني بلاد كتير اصبحت الكمامة بالنسبة لهم هي ثقافة حياة، يعني اصبحت الكمامة بالنسبة لناس كتير ثقافة حياة. بمنتهى البساطة العدوى تجيلك هوب، بدل ما كنت انت بنقول لك خليك في البيت واقعد في البيت، لا انت حضرتك في الحجر وحضرتك في المستشفى وحضرتك كمان مش لاقيين لك مكان في مستشفى. احنا سمعنا كلام المتصل اللي كان عنده شكوى، مش لاقي مكان في مستشفى. طيب وبعدين احنا المفروض يبقى في سجادة صلاة شخصية لكل مصلي، يبقى في مسافة لا تقل عن متر ونص بين كل مصلي. عايزين يعني المصافحة والقبلات نحاول ان احنا يعني نلغيها في الفترة دي، خصوصا ان احنا بنقابل فيروس يعني لعين وفيروس ماكر جدا جدا جدا. عايزين يا جماعة الوعي يزيد، نطبق الحظر، نطبق التباعد الجسدي، نطبق فعلا اللي يظهرنا امام العالم ان احنا فعلا قدرنا ان احنا نسيطر على هذا الفيروس اللعين. معانا مين يا شباب؟ احنا زي ما احنا شايفين احنا معانا دلوقتي شكل كروكي لشكل المصلين واماكن تواجدهم هيبقى شكله ايه، او الصفوف هتبقى شكلها ايه. ويعني انا شايف ان احنا عندنا لهفة شديدة لرجوع المساجد ولرجوع يعني العلاقة الروحانية في صلاة الجماعة، وده شيء مهم جدا جدا هيكون له عائد معنوي ونفسي شديد على المصريين. احنا عايزين دلوقتي نحط خطة تكون شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، لان طبعا هي المساجد مغلقة بقالها فترة. عايزين يكون زي ما في مكان لصندوق النذور او الصندوق بتاع التبرعات، يكون في اماكن يكون فيها يتم توزيع المعقمات ويتم توزيع الكمامات. عايزين يعني انا شايف في توزيع
320 ألف متر سجاد صلاة جديد للمديريات، وده حاجة، ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. احنا عايزين برضو يا جماعة نخلي الدافع من جوانا احنا، يعني احنا في اجراءات الدولة بتعملها واجراءات تشكر عليها ومليارات تصرف من اجل السيطرة على هذا الفيروس. معانا دلوقتي مداخلة من الاستاذ محمد عنتر، مسؤول ملف الاوقاف في جريدة الشروق، هيعلق لنا على الخبر وهذا المقترح. استاذ محمد مساء الخير، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ يعني الحمد لله تمام، بشرنا. النهارده كان في اجتماع اللجنه العليا لاداره ازمه كورونا برئاسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكان الاجتماع دار حوالين عوده الحياه تدريجيا في عدد من ده خبر ممتاز جدا فيما بالظبط فيما يتعلق بعوده الحياه تدريجيا في مختلف نواحي الحياه، مثل يعني عوده النشاط الرياضي وعوده الصلاه بالمساجد. احنا عايزين المساجد دلوقتي. فيما يتعلق بالمساجد يعني الحكومه اللجنه ستجتمع الاسبوع المقبل لاعلان ضوابط عوده العمل وعوده الصلاه بالمساجد. هل كل المساجد يا استاذ محمد ولا المساجد الكبرى فقط؟ المساجد الكبرى فقط وليست الزوايا والمصليات اللي هي على اساس المساحات، صح كده؟ المساحات تبقى كافيه بالتوزيع زي ما احنا شايفين على الشاشه كده بالظبط. وهتكون وزاره الاوقاف اعدت خطه لعوده عمل المساجد. الخطه بتشمل تحديد مسافات للتباعد بين المصلين وضروره ارتداء الكمامه للمصلين ومنع انا مش سامع حاجه ومنع معايا حضرتك مع حضرتك اتفضل. والغاء دروس الدينيه في المساجد والغاء دروس تحفيظ. طب هل تم تحديد موعد معين يا استاذ محمد؟ الموعد هيكون يوم 15 يونيو الجاري. اللجنه هتجتمع الاسبوع المقبل 15 يونيو. 15 يونيو الجاري، يعني ده هتفتح المساجد 15 يونيو ولا لسه في اجتماعات؟ الحكومة اجتمعت النهاردة قالت بداية من 15 يونيو هتبدأ عودة الحياة تدريجيا، ومن ضمن عودة الحياة تدريجيا عودة الأنشطة الرياضية وعودة الصلاة في المساجد. فأعتقد أنه قرار هيكون قرار فتح المساجد هيكون بعد 15 يونيو الجاري، وبعد إعلان الضوابط للمواطنين في مختلف المحافظات، والأوقاف هتطلع بيان رسمي بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا. هتطلع بيان رسمي بالضوابط وهتطالب المواطنين او المصلين ان هم يلتزموا بالضوابط دي، من ضمنها ارتداء الكمامه ومنع الدروس الدينيه او الغاء الدروس الدينيه ومنع الغاء دور المناسبات في المساجد والالتزام بالتباعد مسافات التباعد بين المصلين والالتزام بالمصلى الخاص لكل مواطن داخل المسجد. وإذا يعني ده هتكون فترة تجريبية، إذا المواطنين التزموا بيها هيتم تعميم ده الفترة اللي جاية، إذا لم يلتزموا بيها سيتم يعني غلق بعض المساجد غير الملتزمة بالقرارات. ده مهم جدا. وهل هيبقى فيه من التوعية الخاصة بالأوقاف حضراتكم هتبتدوا تنزلوا المساجد وتوعوا المصلين وكده، ولا هيبقى هل في أعتقد الأوقاف هتطلع منشورات بهذا القرار على الموقع الرسمي الخاص بيها، والحكومة أيضا هتساهم في نشر التوعية للمواطنين بإعادة فتح المساجد من خلال بعض الحملات الإعلانية على القنوات الفضائية وعلى التلفزيون الرسمي وعلى الراديو وعلى المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة. ممتاز ممتاز جدا جدا جدا. نتمنى ان الناس تلتزم بالقرارات بتاعه الحكومه لعوده الحياه تدريجيا في البلد. حضرتك واضح الفتره اللي فاتت دي انا طبعا يعني سعيد بالخبر بتاع حضرتك ده وشاكر جدا ليك، وان شاء الله يعني دايما كده حضرتك تبشرنا بالاخبار اللي هي كلنا مستنيينها. شكرا لحضرتك.
طبعا الأستاذ أشرف زكي نقيب الممثلين تعليقا على حالة الفنانة رجاء الجداوي يقول أن حالتها مستقرة جدا، وما يتردد بشأن وفاتها غير صحيح. بندعو يا جماعة للفنانة القديرة رجاء الجداوي أن ربنا يمن عليها بالشفاء العاجل، وهي في أمس الحاجة لهذا الدعاء. طبعا الحكومة وضعت يعني الفنانة رجاء الجداوي، نتمنى لها الشفاء العاجل، وهي في أمس الحالة لدعاء كل واحد فينا، نتمنى من الله أن يشفيها وتعود لنا بألف سلامة. استعرضت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعها مساء اليوم مقترحات عديدة للاستئناف التدريجي في أنشطة الجهات التابعة لها، وكذلك ضوابط العودة التدريجية. عايز أحط ثلاث خطوط تحت ضوابط العودة التدريجية، ولا بد أن احنا نلتزم بيها ومعاقبة المخالف. كنت سعيد بيكم في المحطة دي، وهنطلع فاصل ونرجع لمحطتنا اللي مكملة معاكم النهارده.